متابعينا متابعي طقس العرب في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وصحه. نستعرض معكم الان اخر توقعات وتحديثات الحاله الجويه اليوميه في المملكه خلال الفتره القادمه. كلنا لاحظنا او سمعنا بالاخبار التي تقول بوجود منخفض جوي هو الاول في هذا الموسم سيؤثر على المملكه خلال اليومين القادمين، وهذه النشره خاصه بتحديثات هذه الحاله الجويه. اذا هنالك حاله من عدم الاستقرار الجوي متوقعه يوم غد الخميس تسبق في تأثيرها هذا المنخفض الجوي الذي سيزداد في تأثيره ليلة الخميس على الجمعة وساعات فجر الجمعة. سيتمركز حين هذا المنخفض الجوي إلى الجنوب من تركيا والشمال الغربي من سوريا، حيث تعبر مع ساعة ليلة الخميس على الجمعة أو منتصف ليلة الخميس على الجمعة جبهة هوائية باردة تابعة لهذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة. كذلك الحال هناك احتمالية من خطر تشكل السيول يوم غد الخميس بفعل غزارة الأمطار الناتجة عن حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة. كما نلاحظ معكم الآن التوقعات الجوية الخاصة بالليلة القادمة 20 درجة مئوية هي درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في العاصمة عمان، مع احتمالية مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات رعدية من الأمطار تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وبالتالي إثارة في الغبار والأتربة. التوقعات الخاصة بالأمطار خلال الفترة القادمة أو خلال اليومين القادمين نلاحظها معكم. كما لاحظنا تبدأ هذه توقعات الأمطار هذه الليلة ليلة الأربعاء الخميس في مناطق محدودة من المملكة، تمتد هذه الرقعة نهار يوم الخميس تتطال مناطق واسعة من المملكة نتيجة تأثير هذه الأحوال الجوية غير مستقرة في مقدمة هذا المنخفض الجوي. وكما نلاحظ الجبهة الهوائية الباردة التابعة لهذا المنخفض تعبر مع ساعات انتصاف ليل الخميس على الجمعة تحديدا في المنطقة الشمالية والوسطى، تمتد مع ساعات فجر وصباح الجمعة لتطال بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية. طبعا تكون الحالة أو زخم الحالة المرتبطة بهذه الجبهة في ازدياد بالاتجاه نحو المناطق الشمالية من المملكة، كذلك حال مناطق شمال فلسطين ولبنان وغرب سوريا. التوقعات الجوية الخاصة بالثلاث أيام القادمة في العاصمة عمان نلاحظها معكم. العظمى المتوقعة يوم الخميس 22 درجة مئوية فقط وهي حول معدلاتها، تهبط يوم الجمعة لتبلغ فقط 16 درجة مئوية وهي دون معدلاتها المعتادة بحدود 7 درجات مئوية. كما نلاحظ هنالك توقعات بأجواء ماطرة ليلة الخميس على الجمعة وأمطار زخات من الأمطار مع ساعات صباح الجمعة في العديد من المناطق. تستقر الأجواء تدريجيا مع ساعات عصر ومساء الجمعة وتكون مستقرة ليلا مع استمرار هبوب الرياح النشطة والتي ستتراجع تدريجيا في سرعتها. يوم السبت أجواء صحوة غالبا صافية لكن مع بقاء الأجواء باردة مع ساعة الليل. تنبيهات ونصائح خاصة بهذه الأحوال الجوية المتوقعة، هنالك توقعات باختلاف كبير في درجات الحرارة ما بين الأيام الحالية. العظمى المتوقع نهار هذا اليوم الأربعاء في العاصمة عمان 30 درجة مئوية، تهبط في درجة الحرارة الصغرى خلال مطلع الأسبوع القادم لتكون دون حاجز العشر درجات مئوية، وبالتالي انخفاض في درجات الحرارة ما بين النهار والليل خلال هذه الثلاث أيام يفوق العشرين درجة مئوية. توقعات أو احتمالية من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بفعل غزارة الزخات المطرية المنتظرة بمشيئة الله يوم غد الخميس. كذلك الحال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار المثار بفعل نشاط الرياح. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.